مباشرة الشيوات ليلى مولاتي عند المستمعة ليلى المليح، وغادي نتعرفوا جميع على الشيوات اللي غادي تقدم لنا اليوم. صباح الخير ليلى. صباح الخير سناء، لاباس عليك؟ صبحتي ماشي مزيان؟ الله يبارك فيك. مرحبا مرحبا بتواصلك معنا اليوم والمشاركة ديالك معنا اليوم من خلال البرنامج، واكيد غادي نستافدوا لانه تبارك الله عليك بعثتي لي بصور يعني ديال الاقتراحات كلهم تبارك الله ماذا بنا اننا ناخذهم، ولكن حاولتي تختاري لنا حويجات اللي فيهم يعني امور اللي ما كنستعملوهمش بزاف، البلبوله بحال القمح الكامل، فرصة اننا نديروهم هكا ونوجدوا بهم شهيوات، واكيد ما تبقى من الاقتراحات ان شاء الله. مرحبا بك في اي وقت، مازالين نسخوا معك ان شاء الله. ان شاء الله نبداو على بركة الله. ان شاء الله انا نبداو بخبيزات بالقمح. ايه بعد الخبيزات خاصنا 8 غرام تاع دقيق القمح. ايه معلقة كبيرة تاع الخميرة، معلقة صغيرة تاع السنيدة، 4 اكياس تاع زيت العود. ايه معلقة صغيرة ديال الملح وشوية ديال الماء الدافي. و لافارس خاصنا شويه ديال الزيتون، شويه ديال الزعتر، وشويه ديال الزيت البلديه. ايه نديروا الخميره في شويه ديال الماء السخون، نخليوها تخمر، كنعجنوا الخليط كامل اللي بقى من غير الزيتون و لافارس بوحدها. كنديروا من بعد كنزيدوا هذيك الخميره، ملي كنزيدوا الخميره كنبلكوها مزيان ونخليوها تخمر. ملي كتخمر كنقسمو هذاك الخليط على 4 أو على حسب شحال ما بغيتو، هاد 4 كيخرجو 4 باكيطات كبار. كنقسمو من بعد كنسرحو هادوك العجينة، كنكونو خلطنا الزيتون مع الزعتر والزيتون والزيت البلدية باغدون، كنديروها فوق هاديك لاباط ونوركو عليها بيدينا وكنبداو نلويو كنزيرو. قلتي لنا ياك، سمحي لي يا ليلى، قلتي لنا الزيتون كحل ياك؟ الزيتون تحل هذا نطحنوه ولا نخليوه غير؟ لا غير قطعوه طريفات شويه كبار. واخا نقطع وكنلويوه. ايه من بعد ملي كنخليوه عاوتاني يرتاح واحد شويه كنفلحوه وكنديروه يطيب مع جبانيه د الماء ونصحوا راحه. يعني داك الزيتون والزعتر والزيت البلديه مخلطين وكنديروهم في يعني في العجينه؟ وي لا كنسرحوا العجينه وكنديروا الزيتون وكنبقاو نلويوا العجينه pour avoir un boudin. ايه باش نحصلوا على حريبل. فوالا. واخا. الله يعطيك الصحة، تبارك الله عليك، هادو خبيزات كيف ما قلتي لنا بالقمح الكامل ومقادير قليلة وحشوة سهلة، قلتي لنا 600 غرام ديال الدقيق ديال القمح ومعلقة كبيرة ديال الخميرة المعجونة ومعلقة صغيرة السنيدة وربع كاس ديال الزيت البلدية ومعلقة صغيرة ديال الملح وشوية ديال المدافي باش نعجنوا. فوالا. واخا.